قال الله عز وجل في الآية 42 و43 من سورة فاطر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكباراً في الأرض ومكر السيء. صدق الله العلي العظيم. من اليسير أن يدعي أحدنا أنه لو كان في الموقف الفلاني، لو تهيأت الظروف الفلانية، فإنه ستتحقق على يديه البطولات وستتحقق على يديه النتائج الإيجابية التي تخص هذا الموضوع أو ذاك الموضوع. الادعاء سهل. لماذا؟ لأن الكلام مجاني، وثانياً لأن ذاكرة الكثير من الناس كما يقولون هي كذاكرة السمكة، لا تدوم طويلاً، والبعض يراهن على ضعف ذاكرة الناس. والأمر الآخر أن التلاعب بالكلمات وبالمقاصد التي قصدها عندما قال هذا أو ذاك، التلاعب أيضاً بالنسبة إلى بعض الناس أمر ليس بالعسير، فيما لو حاججه البعض مستقبلاً: لماذا قلت هكذا ولم تفي بوعدك؟ حينها سيستطيع أن يخرج من هذا الإشكال كما يخرج البعض الشعر من العجينة. الآن يبقى السؤال: لماذا البعض يدعي مثل هذه الادعاءات؟ أحياناً تكون المسألة أن الإنسان فعلاً يعيش حالة من التصور الخاطئ عن مقوماته الذاتية، عن قدراته، عن أخلاقه، عن مبادئه، عن مدى صبره وصموده وقدرته على تنفيذ الوعود التي يعد بها أو التصورات التي يقدمها عن نفسه للآخرين. ولكن على مذبح الحقيقة تذبح كل هذه التصورات وتنكشف الأمور للإنسان قبل الآخرين بأنه لم يكن يمتلك تلك الطاقة ولا تلك القدرة. هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن البعض يحب الظهور ويحب أن يستعرض عضلاته، ويعلم في الواقع أنه لا يمتلك هذه القدرات، وعندما يدعي ما يدعيه هي مجرد حالة من الزهو، هي مجرد حالة من حب الظهور ليست أكثر. الاحتمال الثالث: البعض عندما يدعي شيئاً ولا يلتزم به، المسألة تكون بالنسبة إليه نوايا خبيثة مستبطنة في الداخل، هو يعلم حقيقة نفسه ويعلم كيف سيتصرف لو تهيأت له الظروف، وأنه سيعمل على خلاف ما وعد به، وما ذاك إلا لأنه يريد أن يصل إلى الهدف على أكتاف الناس، وحينها يخدعهم بالشعارات البراقة وبالوعود الكثيرة اللامعة التي تعميهم عن رؤية حقيقة هذا الإنسان وما يستبطنه من نية خبيثة، حتى إذا وصل إلى غايته في النتيجة نجد أن هذا الإنسان
يلحس كل تلك الوعود التي وعد بها الآخرين وتنكشف حقيقته، ولا يهمه عندما يمتلك القوة ويسيطر ويحقق ما يريد، لا يهمه ما يقول عنه الآخرون، فقد وصل إلى مبتغاه. قد يكون الأمر هذا أو ذاك أو ذاك، النتيجة واحدة، أنه ادعى ولم يحقق ما ادعاه. الآية القرآنية تتحدث عن المشركين، كيف أنهم كانوا يعجبون وكيف أنهم كانوا يعيبون على أهل الكتاب وعلى الأمم السابقة التي أرسل إليهم الله عز وجل الأنبياء والرسل، فبدلاً من أن يهتدوا بهداهم وأن يعينوا الرسل في مهامهم، وقفوا ذلك الموقف المعاند والجاحد والمستكبر والمحارب، والنتيجة أن هؤلاء الأنبياء لم يستطيعوا في أكثر تلك المواقع أن يحققوا النتيجة المطلوبة على الأرض، على الأقل في مرحلتهم. كان هؤلاء المشركون يعيبون على أهل الكتاب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. الأمر الآخر أنهم كانوا يقسمون بالله عز وجل، والأقسام كانت مغلظة، أننا لو نعيش ذات التجربة، ولو أن الله بعث إلينا نبيا كمحمد صلى الله عليه وآله أو كموسى عليه السلام أو كعيسى عليه السلام، لو كنا مقامهم لصدقنا بتلك الرسالات، ولكن الواقع أنهم عندما عاشوا التجربة فلما جاءهم نذير ماذا كان الموقف؟ ما زادهم إلا نفورا، ما زادهم إلا نفورا، وكرروا ذات التجربة التي عابوا بها أهل الكتاب والأمم السابقة. ما السبب؟ لماذا؟ العامل الأول أن مصالحهم الشخصية والعائلية والقبلية تضاربت مع مضمون الرسالة. بعضهم كان يمتلك مواطن قوة، بعضهم مواطن نفوذ، بعضهم أموال، وهكذا. هنا وجدوا بأن قدوم النبي صلى الله عليه وآله ورسالته ستصطدم مع هذه المصالح، سيفقدون بريقها، وبالتالي مسألة الطبقية ومسألة المواقع المتقدمة والأموال، هذه كلها لربما شيئا فشيئا يفقدونها مع الزمن، ويتقدم عليهم آخرون كانوا في يوم ما عبيدا لهم، وكانوا فقراء، وكانوا مستضعفين. هنا عندما تضاربت المصالح كشفوا عن وجههم الحقيقي، ووقفوا ذات الموقف الذي وقفه أهل الكتاب من قبل في مواجهة مجموعة من الأنبياء عليهم السلام. ثم لأن قبولهم بهذه الرسالة سيجعلهم في مواجهة مجموعة من الالتزامات تشريعية وأخلاقية، ممنوع الربا مثلا، ممنوع أنك تسرق أموال الناس، ممنوع أنك أنت تغش، ممنوع تحتكر، ممنوع ممنوع ممنوع، هذا لا يتوافق معهم، وبالتالي سيضطرون إلى التوقف عن كل هذه الممارسات، سواء على مستوى اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو أيا كان، وحينها سيفقدون ما يمتلكون من مواطن قوة. ونحن اليوم لسنا بعيدين أيضا عن واقع شبيه بهذه الحالة، حتى عند بعض الإسلاميين للأسف الشديد، ويأسف الإنسان أن يقول بأن كثيراً من الإسلاميين، إما كأفراد أو كأحزاب وكيانات، أثبتوا اليوم فشلهم، وأثبتوا اليوم أنهم يعيشون هذه الحالة
التي ذكرها القرآن الكريم. كانوا يقولون الإسلاميون وغيرهم كانوا يقولون لو أعطينا الفرصة فإننا سنضع العدل في مواضعه. كانوا يعيبون على المستكبرين، يعيبون على الحكام، يعيبون على أصحاب الثروة، يعيبون على أصحاب القوة. كانوا يتعجبون لماذا هؤلاء يتصرفون بهذه الصورة، لماذا يضطهدون الآخرين، لماذا هم يستكبرون. ولكنهم عندما أصبحوا في مواقعهم نجد بأنهم يكررون ذات الأمر. للأسف نجدهم يتخلون عن كل تلك الوعود في إقامة الحق والعدل والإنصاف للناس ورفض الدنيا والزهد بها والمساواة بين الناس في حقوقهم. كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح وكرروا ذات تجربة أولئك الذين كانوا يعيبون عليهم ويصبون عليهم اللعنات. وبتعبير السيد الشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وهو يخاطب تلاميذه يقول لهم: نحن نقول بأننا أفضل من هارون الرشيد، أورع من هارون الرشيد، أتقى من هارون الرشيد، عجبا، نحن عرضت علينا دنيا هارون الرشيد فرفضناها حتى نكون أورع من هارون الرشيد. خضنا التجربة، امتلكنا كل هذا الملك الذي كان عند هارون، ثم يضرب لهم هذا المثل يقول لهم: أتعلمون ما دنيا هارون؟ كان ينظر إلى السحاب ويقول لها: اذهبي أينما تذهبين سيأتيني خراجك. يقول لهم سيد الشهيد الصدر: هذه هي دنيا هارون. فهل ملكتم دنيا هارون عندما تعيبون هارون أنه سجن موسى بن جعفر؟ إنما سجنه لأجل هذه الدنيا. إذا امتلكتم هذه الدنيا ولم تسجنوا موسى بن جعفر، حين ذاك أنتم نجحتم في التجربة. ولكن أتضمنون أن لا تسجنوه لو ملكتم هذه الدنيا؟ العامل الثاني الذي دفع المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وآله لتكرار ذات التجربة السلبية التي كانوا يعيبون بها أهل الكتاب، أن عند البعض منهم كانت تلك الادعاءات وسيلة مخادعة من أجل تحقيق الغايات الشيطانية وتحقيق مآربهم الشخصية، إما مسألة استحكام نفوذ أو مسألة تنامي ثروة. إذن البعض منهم كان يعلم من الأساس أنه إنما يعيب ويدعي ما يدعيه، يعلم بأنه لن يكون مناصراً للحق ولن يكون مناصراً للرسالات ولن يكون من أتباع الرسل، وإنما سيقف ذلك الموقف المشين، وإنما ادعى ما ادعاه لمجرد خداع الناس ويتظاهر بالإخلاص للحق، وأن الظروف متى ما تهيأت له سيكون من أنصار الحق، إلا أن الواقع كشف حقيقة هؤلاء. ونتوقف لحظات في ختام الخطبة الأولى، وسأكمل الحديث عما جاء في هذه الآيات الشريفة في الخطبة الثانية إن شاء الله تعالى. نتوقف لحظات مع مقطع من دعاء للإمام زين العابدين عليه السلام، وهو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى مستلهماً ومستمداً منه القوة في مواجهة مثل هذه الحالة التي قد يبتلى بها الإنسان، ولربما يفشل بعد أن يدعي ما يدعيه، يفشل على أرض الواقع من أن يحقق تلك الوعود. نعوذ بك، يقول عليه السلام: نعوذ بك أن ننطوي على غش أحد وأن نعجب بأعمالنا
ونمد في آمالنا، نضع لأنفسنا أهدافاً ضخمة كبيرة، ولكن الواقع أننا لا نستطيع أن نلتزم بها، وحين ذاك نسقط. وعندما نسقط نسقط بعنواننا كمتدينين وإسلاميين، حينها سيكون دوي سقوطنا قوياً جداً، لأن الأثر السلبي لا يترتب عليه فقط، لا يقولون فلان سقط في التجربة، يقولون التجربة الإسلامية سقطت، يقولون الإسلام فشل. هذه هي المشكلة الأكبر. وأن نعجب بأعمالنا ونمد في آمالنا، ونعوذ بك من سوء السريرة واحتقار الصغيرة. ثم يقول: ونعوذ بك من الحسرة العظمى عندما يفشل الإنسان، ونعوذ بك من الحسرة العظمى عندما نقف بين يدي الله عز وجل، والمصيبة الكبرى وأشقى الشقاء وسوء المآب وحرمان الثواب وحلول العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم.